لك جزيل الشكر. السؤال الثاني يتعلق باللغة. القرآن الكريم نزل على صدر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باللغة العربية، فهل هذا يعطي المبرر للكردي المتدين، أخص الذكر الكردي المتدين، بإهمال لغته كون القرآن بالعربية؟ حبذا لو تدعم جوابك بنص قرآني أو حديث نبوي، وأنت ذكرت الآية الكريمة قبل قليل. آية أخرى، أيضا آية أخرى، الله عز وجل يقول: ومن آياته، من آيات الله عز وجل، ليست برغبتي ولا برغبتك، ليست بإرادتي ولا بإرادتك، بل هي من إرادة الله عز وجل. ومن آياته، أي من آيات الله عز وجل، خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فاختلاف اللغات هي آية وسنة من سنن الله عز وجل. لو أن الله كان يريد أن يجعلنا كلنا عربا كان لا يحتاج من الله إلا كلمة كن فيكون، وأقل من أجزاء من الثانية كلنا نكون عربا. لو أن الله عز وجل أراد للكون أن يكون كله كرديا كن فيكون فيكون كرديا. لكن الله عز وجل من آياته ومن حكمته أنه أراد هذا الاختلاف بين البشر في ألوانهم وفي لغاتهم. أنا اللغة لم أختارها، ما إنما هي رغبة وإرادة من الله عز وجل، وهي هبة من الله عز وجل. المؤمن المسلم الذي يدعي أنه يحب الله ورسوله، الذي يقول أن قلبي ممتلئ بحب الله عز وجل، لابد أن يحافظ على هدية الله. اللغة الأم، أنا لغتي الأم اللغة الكردية، لغتك اللغة العربية، الآخر لغته ألمانية. من حبنا لله عز وجل أن نحافظ على هدية الله فينا، ومن هدايا الله عز وجل فينا لغاتنا. هذه اللغة هي هدية من الله عز وجل. وأنا أضرب دائما بمثال أخ علي، أنا وأنت الآن بشر أصدقاء، أهديك قلما، ادعينا إذا مرة شي التقينا نهديك قلم إن شاء الله حتى يكون المثال واقعا. أتشرف. لو أهديتك قلما، في عرفنا البشري، في عرفنا الإنساني، احتفاظك بقلمي لديك دليل على مكانتي في قلبك. صحيح. لربما تذهب إلى مكان آخر تحتاج إلى قلم تكتب فيه، صديقك يقول لك: أخ علي والله القلم حلو أعطيني إياه، تقول له: والله ما ينغلى عليك بس هدية. لولا أنها هدية من شخص عزيز عليك ما كان يغلى عليك، كنت أعطيتك إياه. فأنا كبشر عندما أزورك مرات وتكرارا وأجد قلمي لديك، أنت لازلت محافظ على قلمي، فهذا يدل لي على مكانتي في قلبك. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أعطاك اللغة الكردية، الله عز وجل أعطاك اللغة الألمانية، أعطاك اللغة العربية، أعطاك اللغة الفارسية، كل حسب قوميته، هدايا من الله عز وجل. من حبك لله عز وجل لابد أن تحافظ على هذه اللغة. فاللغة الكردية هي لغة من الله عز وجل، هدية من الله عز وجل، نحن المعنيين به كلغة كردية، الله عز وجل أعطانا هذه اللغة، علينا أن نحافظ عليها. ولا يبرر لك أنت كمسلم قرآنك منزل باللغة العربية، لا يبرر لك أبدا إهمال لغتك الكردية. صحيح القرآن الكريم نزل باللغة العربية، ونزول القرآن الكريم باللغة العربية لا يدل على قدسية اللغة، يعني لا يوجد عندنا لغات مقدسة، والله عندي اللغة العربية أقدس من كل اللغات، السبب لأن القرآن نزل به. هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام غير دقيق، علميا غير صحيح، دينيا غير صحيح. فلا يوجد عندنا لغات مقدسة فوق لغة أخرى، نحن عندنا أماكن. القرآن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن عندنا أماكن في الأرض مقدسة على أماكن أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هناك أياما أفضل من أيام،
عندنا ليالي أفضل من ليالي، عندنا أشهر أفضل من أشهر، عندنا بشر أفضل من بشر، لكن لا يوجد عندنا لغة أفضل من لغة. ونزول القرآن باللغة العربية ليس لقدسية اللغة العربية، وإنما لضرورة مكانية جغرافية. فالله عز وجل عنده سنة في الكون. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لو أن محمد ابن عبد الله كان ألمانيا لكان القرآن باللغة الألمانية، لو كان محمد ابن عبد الله تركيا لكان القرآن باللغة التركية، حتى يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرح القرآن وكلام الله عز وجل للذين من حوله. فنزول القرآن باللغة العربية لأن محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم العربية، ولأن الناس الذين سيخاطبهم مباشرة محمد في مكة والمدينة هم عرب، وبالتالي نزول القرآن باللغة العربية لا يدل على قدسيته. والذين يقولون أن القرآن، أن اللغة العربية مقدسة لأنها لغة القرآن، ماذا يقولون؟ ماذا يقولون في الإنجيل الذي كتب بلغة أخرى وهو أيضا كلام الله عز وجل؟ لابد أن يقر بقدسية تلك اللغة. وماذا سيقول في التوراة الذي كتب بلغة أخرى غير اللغة العربية؟ أكثر من ذلك، إذا كان الله أنزل القرآن باللغة العربية، الله كتب التوراة بلغة غير العربية. يعني إذا الله سبحانه وتعالى بلغ القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل باللغة العربية، فالله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى كتابة بلغة غير اللغة العربية وهو أيضا كلام الله عز وجل. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وكتبنا له، أي لموسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالله عز وجل أنزل التوراة أيضا بلغة. فإذا الذي يقول بقدسية اللغة العربية لأن القرآن نزل به، ضرورة لا بد أن يعترف بقدسية اللغات التي نزل بها الكتب السابقة. أمر آخر الذي ينادي أن اللغة العربية لغة مقدسة لأنها لغة القرآن، وبالتالي يجب أن تكون أغاني هيفاء وهبي ونانسي عجرم أيضا مقدسة لأنها كتبت بلغة القرآن، وأعتقد لا يقول به عاقل.